اهلا طلابنا طلاب السادس العلمي بالحلقه الثانيه من حلقات الفصل الرابع شباب آه، بهاي الحلقه احنا نجي الحلقه اخذنا اخذنا بانه شلون تتولد الموجات الكهرومغناطيسيه من الشحنات شنو الشحنات؟ المتذبذبه المعجله اللي هي تجربه هيرتز اليوم راح ناخذ كيف يتم توليد الموجات الكهرومغناطيسيه يعني اوكي انا لازم عندي شحنات هاي الشحنات الذبذب يعني شو تذبذب تصعد وتنزل تروح وتجي وياي الشحنات اللي تتحرك معجله يعني متحركه بالنسبه للزمن واضح؟ يعني تتحرك بالنسبة لمن؟ للزمن. فهاي شنو؟ كيف يتم توليد الموجات الكهرومغناطيسية؟ راح نسوي التجربة بسيطة. تجربة عملية أو علمية بسيطة، ما انتبه لي. راح أجيب ساقين، ساقين، هذا ساق، وهذا ساق، ساقين، تمام، شو راح أسوي ذا الساقين؟ راح أربط وياهم مذبذب كهربائي، مذبذب كهربائي، يعني هنا راح نربط مذبذب كهربائي، هذا هو المذبذب، ساقين، هذا اللي، هذا اللي ساقين، ساقين. هاي يعني هذا اللي ساقه راح نسميه الثنائي القطب شو يسموهن ثنائي القطب مستقبلا فدي شويه ان شاء الله يعني ناي بالجزء الثاني من المحاضره راح نسميها الهوائي نسميه ذن الساقين شو نسميه هوائي اوكي جيب الساقين ربطتهن بالكهرباء شو راح يصير بالساقين يلا انت سولف عندك ساقين ربطتهم بالكهرباء شو راح يصير قولي لي راح واحدة تشحن شحنات موجبة والثانية تشحن شحنات سالبة هذا اللي حصل شلون المتسعة صفيحتين اربطهم بالبطارية واحدة موجب وواحدة سالب نفس الشيء هنا هاي ساقين شلون مال المتسعة صفيحتين لا ساقين واحدة تربطها ويا الموجب وواحدة تربطها ويا السالب تربطها ويا المذبذب واحدة تشحن موجب وواحدة تشحن سالب زين احنا دائما احنا نعرف بانه بين الموجب وبين السالب، شو تولد؟ مجال كهربائي، صح؟ للموجب ينتقل من الموجب إلى السالب، هذا هو المجال الكهربائي. اوكي، زين، هسه احنا قلنا من الموجب والسالب، شو يصير بيناتهم؟ مجال كهربائي. اوكي، رجع لي للفصل الثاني، المجال الكهربائي شو يولد؟ مجال مغناطيسي. يرجع المجال المغناطيسي شي يولد؟ المهم هاي الشغلة يعني مستمرة، المهم انت هسه تولد عندك؟ مجال كهربائي، اكيد ايش راح يتولد؟ مجال مغناطيسي، بس اسمع شباب ما انتبهوا انا شغلي كله هو كهرومغناطيسي، يعني مجال كهربائي ومجال مغناطيسي، فشلون اجيب المجال الكهربائي؟ لازم عندي شحنات زين، شلون اسوي الشحنات؟ لازم اروح اربطها ويا مصدر، ربطتها بالمصدر، سوت شحنات، الشحنات صار عندها مجال كهربائي ينتقل من الموجب الى السالب. وطبعا اكو هنا مجال مغناطيسي. هذا الاكس او نقطه. تمام؟ هنا خلينا خل... يعني هنا المجال يعني شوف، يعني مثلا هذا المجال الكهربائي هو المجال المغناطيسي يجي للداخل، يش يعني يفتر. وفيه يفتر حول المجال الكهربائي هذا هو المجال المغناطيسي احنا راح نرمز له اكس يعني هذا مجال مغناطيسي المهم صار هسه عندي ساقين ربطتهم ويا مذبذب ساقين ربطتهم ويا مذبذب حتى اسوي شحنات زين انت ليش سويت الشحنات حتى يصير عندي مجال كهربائي صار عندك صار عندي وصار ويا مجال مغناطيسي لان سعد دي مذبذب ربطته بالساقين تولدت شحنات موجبه باحد الساقين والسالبه بالساق الثانيه تولد مجال كهربائي من الموجب الى السالب وتولد ايضا شنو مجال مغناطيسي يلا خلينا نكتب الله خلينا نكتب هذا الحكي عنده ربط منو الساقين عنده وذلك عنده ربط الساقين اللي احنا سميناهم ثنائي القطب طبعا نسميهم ثنائي القطب ورا ما تمام هنا عند ربط الساقين اللي سميناهم ثنائي القطب مع مصدر للفولتية المتناوبة مع مذبذب كهربائي او مصدر للفولتية زين ربطناهم ويا مذبذب ايش راح يصير احد الساقين احد الساقين يشحن بشحنة موجبة، والآخر، والساق الآخر طبعاً، والساق الآخر تظهر عليه شحنة سالبة، تمام، ويتولّد مجال كهربائي من الموجب إلى السالب، ويتولّد مجال كهربائي من الموجب المن الى السالب. زين ويتولد ايضا مجال ويتولد ايضا شنو شباب؟ مجال مغناطيسي. هسه ريدك اريدك تفتهم ما اريدك تحفظ اي شيء لا تحفظ ولا تكتب لي نصا هاي تجيبو يكتب نصا، يجيبو يحفظنا تاريخ غير هو هي ساقين شحنه موجب وراها صار عندي مجال كهرباء مجال مغناطيسي تمام ركز يمي شوف شلون افتهمت ايش شلون افتهمت؟ اكتب افتهم لذلك افتهم لا تحفظ ابد ركز يمي يعني انا تعبان على الماده بانه دا فهمك عليها فما تحفظ زين ركز يمي حبيبي انتبه يمي شوف هسه انا شنو عندي؟ موجب وساني باو عن الشريدة ولد موجات كهرومغناطيسية يعني لازم أسوي مجال كهربائي ومجال مغناطيسي أنا شلون أسوي مجال كهربائي زيب. راح تقول لازم نرجع للفصل الاول اقول لك شلون تقول مثلا عندنا كان صفيحتين وحده تشحن شحنات موجبه وحده تشحن شحنات سالب اقول لك عاشت ايدك تقول لي هاي الموجب راح تنتقل للسالب هاي الخطوط يسموها خطوط المجال الكهربائي ها يعني لازم اجيب موجب واجيب سالب راح تقول لي صح جبنا موجب وجبنا سالب شلون نروح نجيب مصدر للفولتية المتلاوبة حتى نولد موجب وسالب اقول لك سويت موجب وسالب قال لي راح شو تقول لي راح تقول لي زين الخطوط المجال الكهربائي تولدت من الموجب المن الى السالب زين المجال الكهربائي من عندي يعني شو تولد وياه؟ مجال مغناطيسي هو يعني حث الكوره مغناطيسي اذا اكو كهرباء اكو مغناطيس اذا لازم اوفر شحنات حتى يصير مجال كهربائي حتى يتولد مجال مغناطيسي اذا النقطة الاولى فقط ولدنا المجالين زين هسه هاي باوع باوع اسمعني بس اريدك بس اريدك تفتهم عليك الله افتهم اسمعني هاي الشحنات الشحنات ال الموجة الكهرومغناطيسية تتولد من الشحنات هي وقاعدة عاقلة قاعدة إيش عاقلة تتولد من الشحنات شحنات هي الشحنات هي واقفة قاعدة عاقلة تتولد شحنات لو لازم تتحرك هتقول لازم تتحرك يعني شنو تتحرك هتقول لي يعني تصعد وتنزل تصعد وتنزل اقول لك عاش يعني لازم شي يصير بيها تتحرك زين هسه هي هنا ايش راح يصير بيها راح تصعد وبعدين راح تنزل وبعدين راح تصعد وياي شو راح يصير فيها راح تصعد لان يعني الشحنات هي وقاعده مكانها هي وصاف لمكانها الشحنات الثابته يعني الثابته تولد بس مجال كهربائي الشحنات لازم تتحرك يعني هي ما تتولد الموجة الكهرومغناطيسية من الشحنات الكهربائية المعجلة أبوي افتهم ما تتولد من الشحنات الكهربائية المعجلة شحنة كهربائية ومعجلة شنو يعني معجلة؟ يعني متحركة يعني لازم تصعد تنزل يعني لازم تذبذب يلا تتولد الموجة ما هي واقفة قاعدة شيء ما يتولد هاي سولد مجال كهرباء وصفنا. أنا أريد هاي المجال الكهربائي بس اسمع، أنا أريد هذا المجال الكهربائي والمغناطيسي اثنيناتن أرسلهن بالفضاء. زين شلون أرسلهن بالفضاء؟ لازم يصير, لازم يصير تذبذب. لازم يصير تذبذب. لازم يصير تذبذب. لازم يصير تذبذب. شنو تذبذب؟ يعني لازم الشحنة تصعد وتنزل، تصعد وتنزل. يلا تتولد الموجة الكهرومغناطيسية قال لنا قاعدات هسه انا قاعدات شو راح الاستاذ بتولد مجال كهربائي ومجال مغناطيسي يلا افرش يمهم ونام كل شو راح يصير بعد راح تقول لي لا استاذ انا اريد موجة اقول لك تريد موجة؟ راح تقول لي ايه اقول لك لازم تحرك الشحنات خليها تصعد وتنزل لازم تذبذب الشحنات يعني احنا اخذنا الاصل نشوء الموجات هي شحنات كهربائيه معجله انا, أنا هواي لحيت بهاي النقطه لان هي كلش مهمه يلا فراح اخلي الشحنات تتحرك هاي الساقين تمام راح اخلي الشحنات شنو تتحرك وتصل الى طرفين البعيدين هذا يعني الشحنات اما راح تتحرك هاي موجب وهذا السالب تمام راح اخلي الشحنات شبيهة تتحرك وتصل الى الطرفين البعيدين يعني هنا تصعد على شيء وتوقف تصعد على شيء وت شنو تصعد على شيء وتوقف يعني شنو تصعد على شيء وتوقف؟ توقف بوا توقف يعني سرعتها صفر الصير زين تصعد على شي يعني القوة الدافعة الكهربائية الإي ام اف الإي ام اف القوة الدافعه اي ام اف يعني قوة دافعة كهربائية مو محتثة بس قوة دافعة كهربائية ذيش المحتثة نرمز اي اندكشن محتثة اي اندكشن تمام أخذها هاي بس الاي ام اف هاي أخذها بال آه بالثالث متوسط المفروض يعني الاي ام اف هي قوه دافعه كهربائيه يعني فرق جهد كهربائي تمام هاي اي ام اف راح تصير ماكسيموم صعدت اعلى شيء بس بس بابا تصعد اعلى شيء وتوقف بس احفظها تصعد اعلى شيء وتوقف احفظها تصعد اعلى شيء وتوقف تصعد اعلى شيء تصعد تصعد أعلى شيء وتوقف تصعد هاي الشحنات راح تذبذب تصعد أعلى شيء توقف بعدين ترد تنزل بعدين ترد تصعد هيك هكذا يلا راح تصعد أعلى شيء وتوقف يلا شلون بالله نكتبها هاي سوف تتحرك سوف تتحرك احنا لازم قلنا تذبنا بالشحنات سوف تتحرك اي عفية خد تتحرك شو حرك نفسه سوف تتحرك شنو الشحنات الكهربائية الموجبة وبعد والسالبة يعني اثنين يتحركين الى الطرفين البعيدين راح تتحرك الشحنات الموجبة والسالبة إلى الطرفين البعيدين يعني راح تتحرك بعيد إلى الطرفين البعيدين سوف تتحرك الشحنات تصعد هاي تصعد افتهمناها إلى الطرفين البعيدين أوكي صعدت وبعد وتوصل على شيء فيحصل تزايد أو ما نقول تزايد فتكون القوة الدافعة الكهربائية بأعظم مقدار فتكون خلي اكتبها هيك هو تزايد يصير بالتيار هسه افهمكم عليه هسه افهمكم النقطه زين فتكون او تتولد قوه القوه الدافعه الكهربائيه المحتثه بالعفو القوه الدافعه الكهربائيه باعظم مقدار بأعظم مقدار يعني مو معتز القوة الدافعة الكهرباء أعلى شيء وصلنا على شيء قوة الدافعة الكهرباء راح تكون أعظم ما يمكن بأعظم مقدار وتوقف ويكون مقدار سرعتها يساوي صفر إذن النقطة الثانية تصعد على شيء وتوقف تصعد تتحرك الشحنات الموجبه الى الطرفين البعيدين زين وبعد فتكون القوه الدافعه اعلى شيء تكون القوه الدافعه الكهربائيه باعظم مقدار وتوقف سرعتها يساوي صفر اوكي زين هسه صعدت شوف من صعدت المجال الكهربائي مثل ما قلنا ينتقل من الموجب الى السالب هذا هو المجال الكهربائي هذا من وين مجالك، واكيد اكو مجال مغناطيسي وياه شو راح يصير راح ترد تنزل بس قبل ما تنزل أتفهمك على النقطه الثانيه راح تقول استاذ فهمناها عفوا يعني احنا قلنا تصعدوا، لا اوقف دقيقه اريد افهمك شنو على شيء شنو هاي باوة شنو اقصد هذا الك فهم للفهم للفهم الك هذا الك مو تكتبه الك باوة هنا هنا شنو عندي؟ راح من اقول يصعد تصعد الشحنات باعوا الشحنات من تتحرك عليك الله اكتب هاي الملاحظه اكتبها 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 الشحنات المتحركه هي تيار هي شنو هي؟ تيار اوكي فمن ده اقول من تصعد الشحنات يعني الشحنات تصعد يعني يتولد تيار وتيار ده يصعد يعني ده يصير تزايد بالتيار يعني تزايد بيش بالتيار يعني زي يصير عندي تزايد بيش بالتيار اللي تمام يعني التيار راح يبدي يتزايد يصعد من الصفر يتزايد يوصل اعلى شيء يوصل اعلى شيء، هنا لما وصل اعلى شيء يعني ايش قد سرعته صارت؟ صفر، وقف، وصل أعلى شي. وقف. على شيء وقف. زين، والقوة الدافعة الكهربائية ايش قد صارت هنا؟ اعلى شيء، ماكسيموم. اوكي. يعني التيار ده يزايد هسه، ايش راح يصير هسه؟ راح تتناقص. واضح؟ راح يصير عندي هنا شنو؟ تنعكس حركة اتجاه الشحنات. واضح؟ الموجبة والسالبة، راح تنعكس حركة اتجاه الشحنات الموجبة والسالبة، يعني راح تنزل الشحنات الموجبة والسالبة نحو بعضها البعض. يعني راح ترد تنزل، مو انا ريتها تتذبذب، مو بس تصعد، غير تنزل، وبعدين هم تصعد، وبعدين تنزل، هاي عملية مستمرة. يلا. يلا، هسا هاي الساقين. هاي هي الساقه شوف هنا ايش راح يصير هنا راح ترد تنزل الشحنات نحو بعضها البعض هاي الموجب وهذا السالب لا طبعا هذا هو المصدر مالتنا اللي هو المذبذب موجب وسالب راح تنزل شنو عندي الشحنات الشحنات الموجبه والسالبه راح تنزل يلا شباب راح تنزل عندي الشحنات تتحرك الشحنات تتحرك الشحنات او نقول مثلا تنعكس اتجاه حركه الشحنات واضح تتحرك الشحنات او تنعكس اتجاه حركه الشحنات كيفكم عاد نفس الشيء نحو بعضها البعض تنعكس ها السلاح شو يصير؟ تنعكس اتجاهها، باوع هي كانت وين؟ هي كانت وين؟ تصعد، انعكس اتجاهها يعني نزلت. سوف ينعكس اتجاه حركه الشحنات الموجبه والسالبه، اي تتحرك نحو بعضها البعض. راح تتحرك وين؟ نحو بعضها البعض، زي لما تتحرك نحو بعضها البعض ايش راح يصير عندي؟ تنا هو باوع هي من صعدت صار عندي تزايد، هنا أنا من نزلت يعني ايش راح يصير عندي؟ اه باوع تنزل تنزل اقل شيء وياي تنزل اقل شيء هسه تنزل يعني شنو تنعكس حركه اتجاه حركه الشحنات الموجبه والسالبه إيه هي تتحرك نحو بعضها البعض واقل شيء يعني شنو وتكون القوه الدافعه الكهربائيه او تتناقص القوه الدافعه الكهربائيه المحتثه او تبدا القوه الدافعه الكهربائيه المحتثه بالتناقص ويا لولا كيفك او تكون القوه الدافعه الكهربائيه الم... الكهربائيه متناقصه براحتك كل صح بس وتتناقص القوه وتتناقص منه القوه الدافعه الكهربائيه المحتثه او القوه الدافعه الكهربائيه طبعا احنا متعودين على كلمه محتثه القوة الدافعة الكهربائية E M F تبدي بالتناقص. إذا تنزل الشحنات تقترب من بعضها البعض وأقل شيء يعني القوة الدافعة الكهربائية تتناقص. راح يصير شيء يصير. شنو هذا الشيء؟ راح يصير. هسه المجال الكهربائي هاي خطوطه وخطوط المجال المغناطيسي. خطوط المجال المغناطيسي ايش راح يصير؟ آه. صعدت ارتفعت يوم نزلت نزلت ما راح تنزل ايش راح يصير؟ راح تتقارب نهايات الخطوط للمجالين يعني تتقارب يعني شلون تصير هيك؟ تتقارب نهايات الخطوط للمجالين هي هي تنتقل من الموجب الى السالب بس شنو راح تتقارب؟ تصير بهالشكل النهايات تتقارب من بعضها البعض، النهايات، يعني النهاية تقفل ويا النهاية، يعني هاي هاي كانت هيك كانت هيك بعدين صعدت صارت هيج بعدين من نزلت من نزلت النهاية مالتها اقتربت من النهاية مالتها تكون حلقة مقفلة ها آه باوع باوع هنا سوف تتقارب نهاية خطوط المجالين وتكون حلقه حلقات مغلقه او حلقه مغلقه، اوكي راح تتقارب هاي الخطوط النهايه مالتها تقفل ويا النهايه، يسوي لنا حلقه او حلقات مغلقه علاقات مغلقة أوكي وراها ايش راح يصير؟ راح ترد تصعد هي لازم تتذبذب تصعد وتنزل وترد تصعد بس راح تقول لي هاي ما افتهمتها فهمني ست شلون هاي فهمت قلت لي تصعد تعال خل اقول لك افتهم هذا للفهم هذا تعال افتهم هنا شوف من اقول الشحنات تنزل الشحنات الشحنات تنزل شنو يعني تنزل يعني تنزل يعني شنو على يعني التيار يتناقص التيار كان متزايد راح يبدي يتناقص يتناقص يعني شنو يتناقص يعني ما هو, هو مو كان هيك على شيء هذا التيار بدا من الصفر ووصل ماكس والقوه الدافعه الكهربائيه صارت اعظم ما يمكن راح التيار راح يبدي ينزل التيار يتناقص وتتناقص القوة الدافعة الكهربائية وتصل إلى نقطة انطلاقها، نكتبها، وتصل إلى نقطة انطلاقها أو بدايتها. يعني شنو؟ يعني هي بدت الميل من الصفر، ورجعت المل للصفر. هاي الـ EMF القوة الدافعة الكهربائية. يبدي التيار يصعد توصل القوة ماكسيموم، بعدين راح ترجع تنزل منين انطلقت من الصفر ترجع للصفر. بدايتها صفر، إذا رجعت للصفر. زين. صارت عندي هاي حلقة. هاي نص حلقة كهربائية، ونص حلقة مغناطيس، صارت حلقة كاملة. مو يعني انا عندي مجالين مجال كهربائي ومجال مغناطيسي زين هسه راح راح ترد بس هنا تنعكس القطبيه يعني شنو تنعكس القطبيه استاذ باوع؟ يعني استاذ انت هذا كان الموجب فوق والسالب جوه راح اربطهم بقطبيه معاكسه يعني ابدل القطبيه مالتهم يعني شلون؟ يعني يصير السالب فوق والموجب جوه هسه فاهمك هسه فهمك عليه وياي؟ سوف تنعكس القطبية لذلك المجال الكهربائي راح ينعكس يصير من جوالي فوق، صح والمجال المغناطيسي هم راح ينعكس يصير نقطة مو اكس يعني هاي كلها وفق عدد كف اليمنى مال اكس ونقطة ما اريد اذوقكم من تنعكس من عكس المجال ينعكس المجال الكهربائي ينعكس المغناطيسي سوف تنعكس قطبية قطبية القوة الدافعة الكهربائية أو تنعكس الشحنات الموجبة والسالبة كيفك سوف تنعكس سوف تنعكس انا ما اريد اعقد الكلام عليك لان هو الكلام ابو الوزارة ما يريد ينصل نفسه بالضبط انا اريد ابسط أب 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 لك, لك. ابسط الكلمات أب أب بابا سوف تنعكس الشحنات الشحنات الموجبة والسالبة يعني القطبية اقطاب الموجبة والسالبة لذلك ينعكس المجال الكهربائي راح ينعكس من عندي المجال الكهربائي وايضا المجال المغناطيسي يكون معاكس المجال المغناطيسي ايضا راح ينعكس زين اوكي ف فينطلقان، شوف شوف هنا وصلنا للنهاية، فينطلقان فينطلقان أو تنطلق أو المجالين على شكل موجه كهرب هو صار حلقات وانعكست القطبيه وظل يذبذب راح يظل يذبذب وهذا هذا هذا الفشي مستمر يعني هذا راح يظل يذبذب تنعكس القطبيه وبعدين يصعد وينزل وتنعكس القطبيه ويصعد وينزل وكل ما يصعد وينزل يسوي له حلقه كل ما يصعد وينزل يسوي حلقه مقفله، كل ما يصعد وينزل يسوي حلقه مقفله، كل ما يصعد وينزل يسوي حلقه مقفله، فتنبعث على شكل هاي الحلقات، هاي الحلقات هي عباره عن شنو؟ مجالين، مجال, يعني مجال كهربائي ومجال مغناطيسي، وهاي هي الموجه الكهرومغناطيسيه. هاي هي الموجه الكهرومغناطيسيه، حتى تشوف شكلها مثل شكل الواي فاي. مو هذا؟ واي فاي على شكل شنو؟ موجه كهرومغناطيسيه شوف تريد تكتب بذلنا اربعه عادي تريد لا والله شوية ترتبها اكثر وتسوي له استنتاج يا بابا من التتابع الحاصل في تذبذب الموجات العفو الشحنات الكهربائيه أه سوف أه تنبعث هذه الموجات على ش... هذه الحلقات على شكل موجات كهرومغناطيسيه بس هذا من التتابع الحاصل من التتابع هذا اكتب له هنا فد الأربعة اللي صارت، أنت شنو اللي صار عندك هسه؟ أول شغلة رحت سويت مجال كهرباء ومغناطيسي. زين، وقلنا المجال الكهرباء من الموجب للسالب، وراها لازم تخليني يتحرك راح تصعد. زين. راح تنزل. أوكي. راح تصعد. راح تنزل. من تصعد وتنزل يسوي لك حلقه مقفله، هاي الحلقه المقفله راح تنطلق على شكل موجه كهرومغناطيسي ورا ايش راح يصير؟ راح تنعكس القطبيه طبعا هو هنا ترى تولدت الموجه راحت بس هنا يقول لك ترى التكمله يعني ايش راح يصير الخطوه اللي وراها؟ مو هالعمليه انفنتي هاي يعني هسه هذا لو اظل اسوي بيك من هنا ليوم القيامه ما خلص هذا اسوي هاي ال... ال... شو اسمه؟ ال... النشاط ما اخلص لان هاي راح تنعكس هم راح تصعد وراح تنزل وراح تبعث موجة كل ما تصعد وتنزل سوي لك حلقة تصعد تنزل يسوي لك حلقة وراها راح تصعد وراها تنزل سوي حلقة موجة وراها تنعكس القطبية تصعد وتنزل أبويا هاي عملية مستمرة فإحنا ليه لا توقفنا قل لي يا من التتابع الحاصل من التتابع الحاصل في حركة الشحنات الكهربائية سوف تنبعث موجات كهرومغناطيسية بس واحد الاستاذ استاذ هاي ال... انت هاي فهمتنا عليها تصعد بس هاي شلون يعني شنو يعني تنعكس القطبيه بابا هاي شلون يعني تنعكس القطبيه بابا هسه هنا يا مو صعدت صار عندي تزايد بالقوه الدافعه الكهربائيه صح هذا صار تزايد بعدين صار تناقص ورجعت النقطة البدايه مالتها بعدين صار بابا بعدين صار انعكست آه القطبيه مو هاي مستمره تصعد وتنزل موجه وياي بعدين العكسه القطبيه كانت باوع باوع كان الفوق هو الموجب الفوق هو الموجب الفوق هو الموجب هذا هو الموجب تمام بعدين العكسه القطبيه هسه يعني وين وصل للسالب لازم هسه الفوق هو السالب عكسه القطبيه الفوق هو السالب بعدين راح يصعد ونفس الحالة، الفوق راح يصير هو الموجب، بعدين راح ينزل، هاي هي الموجة، ظل موجب وتنعكس القطبية، تصعد تنعكس القطبية، تنزل تنعكس القطبية. وهاي نص حلقة، وهاي نص حلقة، كملهن يصير الحلقة، هاي الحلقة راح تنطلق على شكل موجة كهرومغناطيسية. هسه عرفنا بانه شلون تتولد الموجات الكهرومغناطيسية واضح؟ هذا يقول لك وضح عمليا وضح علميا بانه كيف يتم توليد الموجات الكهرومغناطيسية هذا هو باوع هو لازم تفتهمه واضح؟ على مو تفتهم آه هذا قلنا شو اسمه؟ نسميه ساقين او ثنائي القطب، هسه راح ناخذ انه هذا اسمه ترى الهوائي، هسه راح تفتهم شنو هوائي؟ خليك وياي يلا شباب هسه راح ناخذ جهازي الارسال والتسلم يعني هسه احنا مو بعثنا موجات كهرومغناطيسيه انطلقت بالجو بعد زين المواضيع مالتنا متصله وحده بالثانيه يعني لا تعبر على الثانيه اذا ما مفتهم الاولى لا تعبر على الثالثه الا مفتهم الاولى والثانيه فالشي شي متصل بشي وكلش له علاقه بالفصل الثاني والثالث، يعني نصيحه يعني مثلا هسا هاي جهازين ارسال التسلم لا نصيحه لا حد يشوفه، اذا ما ضابط دائره الاهتزازات الكهرومغناطيسيه. هاي اخذناها والكلاميات مرنين بالفصل الثالث لازم ضابطها يلا تجي تقرا هذا ارسال التسلم. هسه باوع هسا اني كمرسل للموجه، انا يعني دا خابر رسلت الموجه. أو اني اريد استلم الموجه، يعني مثلاً اريد ابحث على قناة معينة، اريد اطلع صورة أو صوت أو عندي راديو، اريد استلم الموجه. هسه شنو؟ دا، باوع، اني لو مرسل للموجه، لو مستلم للموجه. إذا مرسل عندي جهاز، وإذا مستلم هم عندي جهاز. هذا الجهاز إرسال أجهزة الإرسال وأجهزة الاستلام. هذه ما أقول لك مثلا هسه انت انت افرض سالني مثلا مرسل مستلم للموجه مستلم داريد اريد استلم موجه معينه راح تقول لي ايه اقول لك مثلا انا هسه عندي اريد قناه معينه تطلع قناه معينه عندي صحن هذا صحن زين هذا الصحن هذا اولمبي وهاي أو الاشاره الكهربائيه او الاشاره مال الموجه اشاره الموجه اشاره المستلمه وذا هاي ليش سميتها اشاره مستلمه أنا راح استلمها زين لو انا ارسلها اسميها الاشاره المرسله راح تقول لي باو هاي كلها اشاره هاي لك يعني شنو اشاره؟ شوف وهنا أنا عندك جهاز هذا جهاز اللي جوه مال ستلات هذا الجهاز هذا الصحن هذا الصحن اللي فوق يسموه يسموه هوائي شو يسموه هوائي هذا اللي فوق بالهواء هو يتعامل هو والهواء دائما باو باو التعامل التعامل ويا الهواء بالهوائي هو اللي يسموه هوائي يعني ويا الهواء واضح التعامل التعامل ويا الهواء اذا اريد ارسل بالهواء واذا اريد استلم من الهواء بمن اتعامل بالهوائي اذا الهوائي هو شغله دائما ويا الهواء، اذا اريد ارسلها ارسلها عن طريق الهوائي، واذا اريد استلمها استلمها عن طريق الهوائي. زين، هذا هو الهوائي وهاي هي الدارة المهتزة. هاي هي دارة المهتزة. هذا هوائي وهاي الدائرة المهتزة يسموها، راح تقول شنو دارة مهتزة؟ إذا دا ما تعرف شنو داره مهتزه غرلوا موضوع كامل هي نفسها هاي دارت ما يخالف ذكرت بيها ما يخالف هي نفسها هي هاي دارت الاهتزازات الاهتزازات الكهرومغناطيسيه انا دا اشرح لك الحكي مال يا فصل الثالث خاف واحد الست عاجز راح الفصل الثالث ما راجعها، انا داش حيانك هسه. يلا هاي دائرة الاهتزازات الكهرومغناطيسية اللي قلت لك بوقتها العلماء قاموا يسألون اكو دائرة ار و ال وسي واكو ار و ال واكو ار و سي ظلوا ظلوا يبحثون قالوا ماكو بس ال و سي بدون الار بعدين يعني اكتشفوا اكو اكو دائرة تتالف من متسعة طبعا متغيرة الساعة وبعد وتتالف من محث يعني ملف مهمل للمقاومه ما بمقاومه متسعه هاي دائرة الاهتزازات، وبوقت شلون عرفناها؟ قلنا هي عبارة عن دارة تتألف من متسعة ساعتها سي ومحاث معامل حثه الذاتي ال. ويا شباب فهنا شنو هاي هي دارة المهتزة، هي هاي دائرة المهتزة اللي هي تتألف من متسعة متغيرة السعة ومحث فانا راح استلم الاشاره بالهوائي راح تسلم الاداره المهتزه شلون لسه تفتهم شلون بالتفصيل هسه احنا اليوم راح نفصخ راح أفصخ لك هذا اللي جاهزين هذا اللي جاهزين لازم تضبطه يلا تجي للمحاضره الجايه لا تجي المحاضره الجايه اقول لك دار مهتزه ظل صافن بوجه لا تجي محاضره جايه لتباوحه اذا الا تضبط دارة الارسال والتسلم يلا هسه هنا هاي دائره المهتزة وهذا هوائي تمام انا عندي انا اريد استلم اشاره راح تقول لي استاذ يعني شنو اشاره مثل ما قايل يعني لك قايل لك بابا هاي يسموها موجه راديويه موجه راديويه شو يسموها موجه راديويه اذا خلينا فوق ظهرها معلومات ايش خلينا معلومات اذا الموجه تشيل فوق ظهرها معلومات شو يسموها اشاره شو يسموها اشاره هذه ما تذكرت باوع ما يخالف ما يخالف ما يخالف قنبر اي اي إيه يعني هم يدللون باوع باوع بس معني سال قنبر راح اشمر على سال قنبر هاي باوع هسه هنا هاي موجه سمعيه يعني موجه راديويه واضح موجه سمعيه او موجه راديويه تمام؟ أريد أريد أوصلها لأستاذ قنبر. إي شنو؟ بس أوقف, بس أوقف هناك. ها؟ أريد أوصلها لأستاذ قنبر. يعني أوصلها إليه. فراح يعني أشبرها بكل قوتي لأستاذ قنبر. ما وصلت له، وقعدت هنا. تمام؟ ما وصلت إليه؟ لأستاذ قنبر. فهاي ما تقدر توصل لمسافات بعيدة، هاي الموجة السمعية ما تقدر توصل إليه لمسافات بعيدة. بس لا اوقف هاي هذا الصوت اعوفه هسه هنا اعطيني هذا اعطيني هذا قلم. بس عيني اريدك؟ بعيني تدلل كانك على عينك يلا. زين باوح هاي موجه سمعيه هاي شنو هي؟ موجه سمعيه. ما اقدر انقلها لمسافات بعيده، يابا ليش انت صوت؟ هسه انا مندي يسمعني يسمعني؟ نادي يسمعوني. زين الجو جو دي يسمعون لا البشارع دي يسمعون لا لان هاي الموجات الصوتية اللي راح تجيك السمعية هاي ما تقدر تنتقل لمسافات بعيدة ما اقدر انقلها المن لمسافات بعيدة زين لا ايش اسوي راح اجيب موجة راديوية هاي الموجة لا راح تنتقل المن لمسافات بعيدة طاقتها كلش عالية فتنتقل لمسافات بعيدة بس انا ما اريد انقل هاي اريد انقل هاي ليش لان هاي عباره عن معلومات هاي كلها معلومات هاي معلومات يعني صوت اريد انقله او صوره يعني تلفزيون اريد انقله للعالم زين شلون راح تنقله مثلا 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 انا على سبيل المثال بالبصره او بالشمال باربيل او باي محافظه ثانيه الموصل. بالموصل وبعد وين كافي مو فا وانا اريد اجيبها من لبغداد. واضح؟ اريد اجيبها وين؟ البغداد المصيبه اللي يزعلون علينا هم جماعه المحافظات. شو راح اسوي؟ راح اخلي هاي المعلومات فوق الموجه الراديويه. راح اخلي هاي المعلومات فوق فوق الموجه الراديويه وراح اخليها تنطلق. وصلت للمكان اللي اريده واضح وصلت المن للمكان اللي اريده فلذلك هنا هاي يسموها باوع هاي شي يسموها أنا استاذ قنبر ولو زحمه علي اليوم تعبتك لا <applause> زين باوع هاي شي يسموها موجه هاي شي يسموها موجه هاي شي يسموها موجه. موجه. موجه وهاي شي يسموها موجة الموجة إذا صعدناها فوق الموجة يعني فوق موجة حاملة وموجة محمولة هذا النهاية طبعا أنا سويت عملية سموها التضمين راح نأخذها المحاضرة الخامسة تقريبا أو الرابعة راح نأخذ التضمين موضوع التضمين واضح يعني راح نأخذ هذا الفصل موجة نخليها فوق موجة ثانية وخليها تنطلق نفس الشرح راح أشرحها لك واضح هنا هاي باوع هاي شو يسموها موجه وهاي يسموها موجه زين اذا هسه اثنيناتين وحده فوق الثانيه يسموها اشاره شو يسموها اشاره واضح يلا هسه احنا نريد نعرف شنو جهاز الارسال والاستلام واضح هسه صار قدامك هوائي ودارة مهتزه اذا تتألّف من أولاً الدائرة المهتزة الدائرة المهتزة اللي يشني الدائرة المهتزة قلنا عليها دائرة اهتزازات كورو مغناطيسية اللي الطاقة تنتقل من المجال الكهربائي تروح للمجال المغناطيسي بعدين ينصر من المجال المغناطيسي للمجال الكهربائي بعدين تروح من المجال الكهربائي للمغناطيسي بعدين من المغناطيسي للكهرباء هذا تبادل الطاقة اللي دي يصير تبادل الطاقة كهرباء روح للمغناطيس. رجع تروح للمغناطيس، مغناطيس يرجع للكهرباء كهرباء تروح للمغناطيس مغناطيس يرجع للكهرباء هذا تبادل الطاقة تمام هذا أنا اللي يصير بهاي الدائره دائره الاهتزازات الكهرومغناطيسيه طبعا هذا تبادل الطاقه بين المجال الكهربائي والمغناطيسي يسموه اشاره كهربائيه سجلها ملاحظه تفيدك المحاضرة جاية هالملاحظة يلا. الدارة المهتزة، الدائرة المهتزة تتالف قلنا منين؟ تتالف من متسعة متغيرة السعة هاي متسعة من اخلي سهم يعني متغيرة السعة وبعد تتالف منين؟ ومحث هي دارة اهتزازات كهرومغناطيسية سي ومحث. هنا هذا محث معامل حثه والذاتية إه. وطبعا اكو هنا لازم فد مصدر للطاقة يلا المهم فهنا شنو تتالف؟ تتالف من شغلتين يعني. اولا متسعة متغيرة السعة. يقول واحد يقول استاذ يعني شلون متغيرة السعة؟ يعني لو تغير اك أكيد أكيد أكد, اكد لو لو تغير المساحه مالتها تصير متغيرة الساعه تتغير الساعه لو تغير الكي تخلي عازل راح تتغير الساعه لو تغير البعد الدي اي كي دي هاي هاي هيش تغير من الفصل الاول فصل الاول شلون نغير الساعه لو نغير المساحه لو نغير نوع الوسط العازل لو نغير البعد تتغير الساعه اذا نصل عندنا متسعه متغيرة الساعه بعد ثانيا ملف مهمل المقاومة اللي احنا نسميه محث ملف مهمل المقاومة اللي شو نسميه محث طبعا هاي الدائرة لازم من تستلم شيء تتحكم بالتردد مالتها زين شلون اتحكم بالتردد حتى يصير حاله يسموها حاله رنين لازم نسوي حاله الرنين واضح اذا هنا الدائره المهتزه من تتالف؟ تتالف المتسعة ومن محث وشلون اتحكم بالتردد مالتها من خلال هذا القانون اف ار ماخذين ما بالفصل الثالث واحد على اثنين باي جذر ال سي تر... لازم يصير عندي تردد رنيني يعني شنو تردد ال... الموجه يساوي تردد الدائره يعني ترددات مش ساوي. لازم تساوي ترددات شغلك بهذا الفصل كله لازم الترددات تساوي زين شلون اغير شلون اغير بالتردد الرنيني؟ شلون اتلاعب بالتردد بحيث على مود يساوي؟ شوي نغير بالتردد على مود يساوي، شلون اتلاعب بالتردد؟ هذه اللي اذا تريد تتلاعب بالتردد لو تغير السعه راح تغير الاف. لو تغير معامل الحذف الذاتي راح تغير الاف. المهم حتى حتى نتحكم بالتردد من خلال هذا القانون. زين. هاي هي الدائره المهتزه. من هي هاي؟ الدار المهتزة هذا شغل مالتها احنا ما عندنا شغل بالدار المهتزة بس بس ملاحظة واحدة اللي هي هاي لازم نتحكم بالتردد شلون نتحكم بالتردد وذلك من خلال التحكم اما بالسعة او يعني غير السعة يتغير التردد أغير معامل حذات يتغير التردد يعني هو يعتمد عليهن ما عنده غيرهن هذا هي دار المهتزة اجا عليها من إنسان. على الهوائي بس احنا ايش قلنا جهازين لارسال والاستلام منه دار المهتزه وبعد الهوائي ثانيا الهوائي الهوائي yeah. الهوائي من يتالف؟ يتالف من هاي شوف سلكين ساقين كيفك ليش شعر هاي الساقين هاي سلكين هاي سلكين منفصلين، ما كنت صالب بيناتهم، منفصلين عن بعضهما تمام؟ يتالف مين يتالف، يتالف من سلكين منفصلين يتالف منين؟ من سلكين منفصلين ويربطان مع مصدر للفولتيه ويربطان مع مصدر للفولتية زين اوكي ربطناهم واحد راح يشحن شحنات موجبة والثاني مثل المتسعة بالضبط الهوائي واحد راح يشحن شحنات موجبة والثاني راح يشحن شحنات سالبة فيشحنان بشحنات متساوية مقدارا ومختلفة نوعا زين اوكي هذا مين يتالف؟ من يقول لك الهواء مين يتالف؟ يقول له يتالف من سلكين ومصدر للفوتين طبعا مين راح اغذي؟ شوف هاي الملاحظه مين راح اغذي هذا الهواء شلون اغذي بالطاقه؟ منين اعطيه طاقه؟ من هاي النقطه صح؟ من هاي النقطة هاي النقطة هاي النقطة اللي راح تغذي 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 تغذي, تغذي الهوائي يسموها نقطة تغذية الهوائي شو يسموها هاي النقطة هاي بالنص اللي بيناتهم هاي النقطة اللي راح تجيها اللي الطاقة راح تنطلق من عندها وتروح للهوائي شو يسموها نقطة تغذية الهوائي راح يجيني سؤال جدا مهم سؤال على الهوائي علامة تعتمد هذا جدا مهم مرشح علامة تعتمد قدرة الهوائي في الارسال والاستلام او التسلم علي من تعتمد قدرة الهوائي هذا الهوائي على شنو تعتمد عمليه الارسال والتسلم على شنو تعتمد قدره الارسال والتسلم طبعا تعتمد على شغلتين يعني. طبعا هسه هذا الهوائي ايش راح نسوي راح اعطيه طاقه راح اشغله كهرباء صح راح نعطيه طاقه فولتيه وراح يستلم لي من هو يستلم لي التردد مال هاي الاشاره اذا يعتمد على شغلتين على الطاقه اللي دا انطيها وعلى التردد اللي دا يستلمه او التردد اللي دا يرسله عيد هذا الهوائي قدرة الارسال مالته حتى يكون قدرة ارسال مالته هاي قدرة مالته بالارسال وبالاستلام عليه من تعتمد تعتمد على شغلتين تعتمد على الفولتيه اللي داننتيها. دا ننطيها لا فولتيه عاليه يعني قدرتها عاليه مو هاي القدره شبيك هاي اي سي صح اذا فولتيه عاليه يعني القدره شنو عاليه تمام اذا هنا تعتمد على من على الفولتيه اللي مجهزه اولا على مقدار الفولتية المجهزة اوكي جهزنا هو ايش راح يسوي راح يرسل موجة او يستلم موجة شنو هاي بها الموجة تردد وعلى تردد الاشارة على تردد الاشارة الاشارة طبعا المرسلة او المستلمة او المستلمة يعني يعتمد على الفولتية اللي جاي جهزها بها وعلى التردد اللي راح يرسله أو يستلمه هذا جدا مهم السؤال زين زين زي. شلون احنا عندنا سؤال هسه نجي على هذا السؤال عندنا يعني سؤال يقول متى يحقق الهوائي قدرة إرسال أو استلام قدرة إرسال أو استلام يعني بأكبر طاقة للإشارة شو وقت الهوائي يحقق إرسال واستلام بأكبر طاقة للإشارة خلينا نكتب السؤال دقيقة متى متى يحقق الهوائي اكبر قدره في ارسال واستلام الموجه تمام او ارسال واستلام باكبر طاقه للاشاره موجه او باكبر طاقه للاشاره. يعني شو وقت ال 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 الهواء يكون عنده اكبر قدره يحقق الهواء اكبر قدره في ارسال واستلام اكبر طاقه للاشاره، هاي اشارته شو وقت تكون اكبر شيء؟ شوف من يكون طوله نصف طول موجي الجواب الجواب عندما يكون طول الهوائي نصف طول موجه يلا عندما يكون طول الهوائي نصف طول موجه يعني شلون؟ يعني باوع يعني انت مو عندك هاي موجه هاي هي الموجه صح؟ اقول لي صح اقول لك الهوائي نص طوله. هاي. هاي الهوائي هذا يكون الهوائي بس من هنا لهنا هذا من هنا لهنا نص موجه هاي كلها موجه كامله هاي نصف موجه من يكون طول الهوائي طول نص الموجه، بجد نص الموجه، راح يصير عنده اكبر قدره، يتحقق اكبر قدره. حتصير كل شيء ما افتهمت، وضح ذلك. وضح ذلك، كل شيء ما افتهمت. اقول لك اذا تريد تفتهم لازم نرجع للثالث، الفصل الثالث. يعني لازم هسه نرجع للفصل الثالث على مود تفتهم الوضعيه كلها. شوي راح ارجع لك فصل الثالث، انتبه هذا هذا ملف سلك سلك يعني ملف ملف او محث ما في مقاومه محث ارجع للمحث المحث بالفصل الثالث بالفصل الثالث ارجع للمحث راح تقول لي بالفصل الثالث احنا ماخذين اول شغله تجي ببالي بالمحث بانه الفولتيه ايش بيها تتقدم على التيار بزاويه 90 درجه الفولتيه تتقدم على اليمن على التيار بزاويه ايش قد؟ 90 درجه. قال له كل شيء مرتاح لك بابا اصبر شوي شوي هسه انت هسه انت شنو؟ انت لازم تعرف هسه انت انه تشتغل انت على محف المحف الفولتيه تتقدم على اليمن على التيار ايش قد الزاويه؟ 90 زين له اوكي زين تعال جيب الهوائي هذا الهوائي اعتبر الهوائي هذا الهوائي اللي قدامك اعتبره طول الهواء نصف طول موجة اعتبره محور السينات وهذا هو محور الصادات شوية الشغلة يراد لها تركيز التيار مين دا يبدي؟ نص صفر اذا المين رسمه؟ من, دي من صفر هذا هو التيار يصعد يصعد نص موجة وينزل نص موجة بس احنا النص الثاني ما علاقه به احنا احنا قلنا طوله هو نصف طول موجه هذا من هو هذا التيار هنا التيار بالنص اللي هي قدام نقطه التغذيه هاي هي نقطه تغذيه الهوائي راح يكون ماكسيمم اعلى شيء ماكس اعلى شيء وبلا اطراف راح يكون صفر بين بين ومنها انطلق من الصفر وصل على شيء بعدين رجع صفر زين ركز الفولتية من مين جاي تبدي؟ من التسعين من مين بدت؟ من التسعين هاي الفولتية بدت من التسعين وانطلقت شوف انتبه يمي الفولتية بالأطراف شوف بالأطراف منها عالية يعني ماكسيموم ومنها عالية يعني ماكسيموم بس بالنص وين رجعت؟ للصفر. يعني عكس من؟ عكس التيار. اعيد. باوع. هذا التيار. منا صفر، منا صفر. لا, لا ماكس. هذا من هو؟ تيار. هذا الفولتية منا ماكس، ومنا ماكس. وبالنص صفر. آه استاذ هاي لازم تكون مفتوحه هاي لان هاي نقطه تغذيه الهواء استاذي هاي هنا المذبذب الكهربائي راح يغذي من إيه لازم يكون منفصلات لان يعني كل واحد واحد كل سلك واحد تمام واستاذ قنبر يعني يقدر يكمل لك السالفه كلها لان هو مفتهم الموضوع من البدايه من الفصل الثالث مفتهمه يلا شباب نرجع نكمل هسه هنا اشوف هذا الهوائي هذا الهوائي التيار من يبدي بدي مالته من الصفر ينطلق يرجع للصفر بينما الفولتية تبدي ميل من التسعين وتنطلق طبعا الموجة كلها تكمل بس احنا دنشت على نصف موجة فقط خلينا نحشي ساعة التيار اول حكايه شو تقول له؟ تقول له يابا ترى فرق الطور فرق الطور يعني الزاويه بين التيار والفولتيه ايش قد 90 وذلك لان فرق الطور بين التيار والفولتيه 90 درجه ايش فرق الطور بين التيار الفولتي؟ ايش الفرق بين التيار الفولتي؟ 90، يعني هذا يبدي من الصفر هذا يبدي من من التسعين بالتالي ايش الفرق بيناتهم؟ 90. هذه هاي مفتهمها بس كمل باوع. فيكون التيار عند طرفي او نهايتي الهواء صفر و عند نقطة التغذية. فيكون الهوائي في نهايتي ال أو يكون التيار في نهايتي الهواء في نهايتي الهواء صفر تيار بالنهايات شو يكون؟ صفر زين نقطة التغذية شو يكون؟ ها ويكون في نقطة تغذية الهوائي اعظم ما يمكن اعظم يعني ايش حصلت الثاني هنا هاي النقطه بانه التيار ماكسيموم بس دا أجمع تراني هسه جمعت جمعت بانه التيار ماكسيموم حصلت على نقطه بها التيار ايش يكون ماكسيموم زين بعد ويكون وتكون الفولتيه وتكون الفولتيه في نهايتي الهواء اعظم ما يمكن. وتكون الفولتيه في نهايتي الهواء بأعظم ما يمكن. يعني حصلت السؤال في Vmax يعني انت لو حتى ما تطي الصفر تطي بس الماكسيموم احنا اهم شيء نريد نحصل ماكسيموم وياي واضح بانه بلو... انت ات... ات... انا بدك تطي بس الماكسيموم كيفك تريد تطي الصفارة براحتك تريد تقول وتكون الفولتيه في نقطه التغذيه صفر براحتك ما تريد عادي يلا عيد الجواب راح تقول وذلك لان فرق الطور بين التيار والفولتيه شقيت قد 90 فرق الطور بيناتهم ايش 90 زين فيكون التيار في نقطة التغذية باوع هذا نقطة التغذية هذا التيار بنقطة التغذية شو يكون؟ ماكسيموم شو يكون؟ ماكسيموم زين وبالاطراف الفولتية شو تكون؟ ماكسيموم بالاطراف الفولتية شو تكون؟ ماكسيموم زين اوقف اوقف باوع ايش حصلت؟ اي ماكس وش حصلت؟ في ماكس تقول لي إيه. شنو يعني؟ حصلت لك بابا انت تحكي على اليمن بس بابا بس بابا بس بابا هنا تحكي على اليمن انت تحكي على اليمن على اكبر شنو؟ قدره تحكي على اليمن على اكبر قدره انت تحكي تريد اكبر قدره صح؟ زين هي القدره باوع هي القدره مو حاصل ضرب التيار بالفولتيه راح لي صح اقول لك إنت مو حصلت تيار ماكس راح تقول لي ايه مو حصلت فولتية ماكس راح تقول لي ايه اذا التيار ماكس والفولتيا ماكس يعني القدرة راح تكون ماكس لذلك نحصل على اكبر قدرة للاشارة او لطاقة الاشارة او للاشاره المستلمه او المرسله ركز يم اذا هنا من يقول لك متى يتحقق تقول له من عند, كون عند طول الهواء عندنا طول الهواء نصف طول موجي راح تقول راح يقول لك ما افتهمت وضح ذلك آه. راح تيجي ترجع للفصل الثالث هذا جوابك يكون من الفصل الثالث انت لازم القدره تريدها ماكسيموم مو راح تقول لي اريدها ماكسيموم اقول لك لازم تحصل لي على تيار ماكس وفولتيه ماكس هاي سهله اقول لك شلون يقول لي هو التيار يبدا من من الصفر بنقطة التغذية يوصل ماكس، هاي نقطة التغذية يوصل شنو؟ ماكس. حصلت على تيار ماكس. والفولتية تبدي من من التسعين. وتستمر. راح تقول لي يعني بنهاي نهايات الهوائي هاي نهايات الهوائي حصلت على فولتيه شنو ماكس اذا انا هسه حصلت على تيار ماكس وعلى فولتيه ماكس اذا ضربت التيار الماكس بالفولتيه ماكس راح تطلع بيه ماكس بالتالي حصلت على اعظم قدره زين عندنا سؤال هذا السؤال يقول ما الفائدة من تأريض أحد قطبي الهواء بالأرض هسه خلينا نجي يعني هذا الهوائي يعني الاريل ليش نأرضه؟ بالقاع؟ ليش احد القطبين مالتين خليه بالقاع؟ كل الفائده مالته؟ سؤال ما الفائده من تعريض أحد قطبي الهوائي بالأرض شنو الفائدة من أنه أنه أنا أعرض أحد القطبين بالقاع؟ شنو الفائدة مالتها؟ شنو فائدتها؟ باوع الفائدة مالتها أولاً باوع الجواب أولاً لزيادة كفاءة الهوائي وجعل له اكثر مناسب في النا... من الناحيه العمليه شوف احنا بالتطور اللي دي صار عندنا الاجهزه الكبيره دي صغروها وبنفس الكفاءه وجز... يعني كفاءتها اعلى بعد يعني مثلا يعني كانت الحاسبه ديسكتوب شاشه كيس والى اخره صارت لابتوب واللابتوب أكفي امين من ديسكتوب يعني صار حجمها اصغر فكل ما يتطور الـ الـ يعني الـ 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 الالكترونيات جاي يصير شغلات شنو اصغر فلذلك هنا بدال ما اسوي نصف طول موجي يعني بدال ما مثلا طوله 3 4 متر طوله ربع متر واضح بدال ما طوله مثلا الهوائي متر اسوي طوله نص متر كل ما صغر الهواء راح يخدمني بالعمل راح يصير سهل بالعمل واضح يعني وين اروح انا مثلا آه اريل الاريل اشد اريل مثلا هذا الاريل اشد الاريل مثلا طوله عشرة متر وانا اروح يعني ثلاثة متر اكيد ثلاثة متر اسهل بالشد بعدين اكو اريل مثلا نص متر هسه بعد حتى الاريال صار هيك جهاز صغير نخلي يتخلى بالستلايت هو يبث فكل ما العلم جاي يتطور جاي تصغر الاجهزه عده هذا فصلنا فصلنا يحكي على شغلات قديمه ترى واضح بس هي الشغلات القديمه والشغلات الجديده هي بس صار تطور بيها بس من تجي العمل مالته هو نفس العمل تمام فلذلك هنا أنا اولا حتى زيد الكفاءه شنو الفائده من التعريض حتى زيد الكفاءه وجعله اكثر مناسب الاستاذ وقف وانا شنو التعريض ما فهمت شنو التعريض فهمني التعريض شنو باوه هسه انت عندك الهوائي سلكين راح تقول لي إيه؟ هذا سلك وهذا سلك راح تقول لي إيه؟ اقول لك واحد من الاسلاك يدفن بالقاع واحد من الاسلاك ادفنه بالقاع هاي الارض او يعني واير شد بي واير ودفنه بالقاع واصله للقاع المهم يتعرض بالارض واضح يعني يصير مؤرض يوصل ويا الارض زين راح تقول لي يعني هذا هو طوله روب... طوله كله طوله اشقد نص موجه اندفن ربعه صار قد طوله ربع طول موجي فعند تأريض أحد قطبي الهواء عند تأريض أحد قطبي الهواء مع الأرض سوف يكون طول الهواء ربع طول موجة وذلك عند تأريض عند شنو تعريض احد اقطاب الهوائي بالارض سوف ينتج هوائي بطول ربع طول موجه هو كان نص اندفاع ربعه ضرب ربع إذا أنا ليش ها... هنا ليش قصرت الهوائي حتى أزيد الكفاءة مالته؟ كفاءته تزداد هاي وحدة زيادة الكفاءة هذا مهم السؤال ترى وبعد وجعله أكثر مناسب من ناحية العملية شلون؟ شلون بالله شلون؟ وضح ذلك وضح ذلك شلون؟ وذ... قل له وذلك من تأريض أحد قطبي الهوائي بالأرض فيتولد أو ينتج لدينا هواء بطول ربع طول موجه. الاستاذ يقول لك ها تقول له بالي هسه صارت يم الشحنات. اقول لك ايش به الشحنات؟ تقول لي الشحنات هي مو لازم موجبه وسالبه صار عندي جهد واحد، الجهد الثاني وينه؟ اقول لك ليش يلهم الجهد الثاني؟ الارض راحت وفره لان الارض هي مستودع كبير لخزن الشحنات الكهربائيه، صح؟ اذن صوره الجهد الثاني ترسمه منو؟ الارض. واضح؟ هنا أنا هاي صورة الجهد الاخر. منو ترسمه؟ الارض، يعني مثلا انت شو تريد؟ سالب؟ الارض هي راح تعطيك السالب. فراح يكمل خواص نصف طول موجه. واضح؟ هاي صورة الجهد الاخر. الارض تعطي صورة للجهد الاخر. والارض تعطي صوره المن للجهد الاخر فراح تكمل خواص نصف طول الموجة يعني يشتغل عادي وبكفاءه اعلى واي شيء يشوش الموجه راح ينزل وين للارض بالتالي راح تزداد الكفاءه مالته لان اي تشويش ما راح يصير فلذلك هنا راح يبقى ربع طول الموجه يشتغل اولا ال 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 الهواء صير ثانيا اي شيء يشوش الموجه راح ينزل وين للارض لان يعني هي الارض مستودع كبير لخزن الشحنات الكهربائيه هسه احنا شنو اللي اخذناه بالاجهزه الارسال والاستلام قلنا يابا حتى ارسل موجه او استلم موجه لازم عندي صحن ولازم عندي جهاز جوه صحن سميته الهوائي او الاريل سميناه الهوائي والجهاز الجوه سميناه الداره المهتزه اللي اخذناها بالفصل الثالث دائره الاهتزازات الكهرومغناطيسيه تتالف من متسعه متغيره السعه ومحث معامل حثه الذاتي ايضا. ال. هذا دارة المهتزه. اجينا على الهوائي، قلنا يابا من يتالف الهوائي؟ يتالف من شغلتين من سلكين منفصلات ويغذيهم بالطاقه المذبذب زين قدرة هذا الهواء عليه ما تعتمد على الفولتية اللي أنا جاي أشغل بها الجهاز وعلى التردد مال الموجة اللي جاية للهوائي إذن على شغلتين على الفولتية اللي جاي شغل بها الجهاز وعلى التردد الموجة اللي دا استلم بها الهوائي أو دا أرسل من خلال الهوائي باوع دائما خلي هاي ملاحظة يمك دائما من أريد أتعامل ويا الهواء أتعامل بالهوائي لذلك سميناه هوائي يعني اذا اريد ارسل الموجه ارسلها من الهوائي، اذا اريد استلمها استلمها من الهوائي. فهاي هي الموجه مال هوائي، يرسل موجه او يستلم موجه، لذلك سموه جهازي الارسال والتسلم. زين، نجي ايش وقت زين هسه احنا نريد تفاصيل على الهوائي، شنو اكفئ هوائي وشنو بعد اكو شيء اكفئ منه؟ هاي السؤالين. يعني. اريد هوائي كفو، يعني اريد هوائي يعني يجيب لي الموجة ويجي وياي لو لا أريد هوائي كفو وأريد شيء أكثر من عدة بعد كفاية راح أقول لك أكثر هوائي هو من يكون طولة نصف طول الموجة يعني إيش قد طول الموجة قلنا مثلا طول الموجة على سبيل المثال عشرة متر مثلا مثلا إيش أرقام من يمي الهواء لازم يصير خمسة متر إذا الهوائي نصف طول موجي راح تقول لي ايش عد عد من يكون نصف طول موجي راح تسالني انا ايش قلت لك؟ قلت لك هو ايش قد طوله؟ نصف طول موجي راح تسالني قلت زين انت مدريك؟ اقول لك تعال ارجع للفصل الثالث التيار الفولتيه تتقدم على اليمن على التيار، التيار يبدي من من الصفر وينزل والفولتيه تبدي من من ال 90 وتنزل وبعدين تصعد زين ركز التيار من نقطة التغذية صار ماكسيموم والفولتية بالأطراف صارت بالنهايات هم ماكسيموم يعني حصلت على تيار ماكسيموم وفولتية ماكسيموم إذا أضرب التيار بالفولتية تطلع لي القدرة القدرة ايش راح تطلع؟ ماكسيموم، إذا راح أحصل على أكبر شنو؟ قدرة. ليش؟ لأن راح أحصل على أكبر تيار وأكبر فولتية. إذا بالتالي راح أحصل؟ على أكبر قدرة. هاي بالنسبة لمن؟ إذا ال... 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 تريد هوائي كفوء وهوائي معدل وخوش ولد واضح؟ تجيبه طوله نصف طول موجي زين أريده يصير بعد أكفه قصر طوله يا باشلون شلون؟ أسوي ربع موجة ومو مو نص أسوي ربع زين الربع الثاني وين أروح؟ أوديه؟ أدفنه بالقاع واضح؟ الربع الثاني وين نوديه؟ ندفنه بالقاع زين، إذا صار ربع أول راح يصير أكفئ، ليش اكو تشويش يجي؟ يروح كل اللي قاع. ثانياً راح يصير أكثر مناسب من ناحية العملية. يعني من أقول لك شلون أسوي الهواء أكثر مناسب من الناحية العملية؟ يقول وذلك بتأريض أحد قطبي الهواء في الأرض. ينتج لدينا هوائي ربع طول موجة. زي. راح أقول استاذ اذا ربع يعني جهد واحد، زين الجهد الثاني منو ما راح احصله؟ اقول لك صوره الجهد الثاني موجوده بالارض، الارض راح تعطينا صوره الجهد الثاني، يعني لا تخاف، يعني انت شنو عندك؟ موجب السالب الارض تطي. يعني هاي 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 الشغله باوع. ذكرنا يعني بدايات السقوط يعني الكهرباء انطفت، يجينا بس حار، بس بارد. مرات يعني الـ الـ احنا ساحبين ساحبين من الكهرباء من الوطنيه وايرات واير يجي بس حار البارد مقطوع زي من يسوي البارد هي الحكومه ساقطه تمام هاي بداياتها فاحنا قمنا شو نسوي نجيب شيش شيش مال هذا الشيش العادي ولا يعني متر متر ونص هو هو يعني حتى يصير كفوق متر ثلاثة أربع متر ينزل بالقاع يعني ندق الشيش بالقاع ونربط على الشيش واير ونسحب من عنده بارد الأرض تطيني جهد بارد يعني سالب وإحنا عندنا من الوطن موجب اشتغل اشتغل الكهرباء عاد اشتغل الكهرباء بالبيت ليش لأن الأرض هي راح تطيني جهد الثاني فنفس الشيء هنا أنت عندك جهد وهذا جهد واضح؟ فصار عندك جهدين، جهد انت عندك وجهد الارض تطي. اريد من عندك شويه تركز وياي. باو شويه رقبتك اعوجها وياي. باو. هسه هذا هو نصف طول الهواء. التيار من يبدي؟ من الصفر ويصعد. صح؟ والفولتين من تبدي؟ من 90 وتنزل. الهواء صارت به هواء صار ربع بعد ربع طول موجه نهايه مؤرضه ونهايه طليقه صار بنهايتين نهايه مؤرضه طبعا هذا هو التيار وهاي هي الفولتي هذا هو التيار وهاي هي الفولتي صارت به نهايه مؤرضه ونهاية طليقة، طليقة يعني حرة، ومعرضة يعني مدفونة، شوف، ما هو على يعني عن نهاية طليقة، بيه تيار هاي بيه تيار أقل ما يمكن، والفولتية أعظم ما يمكن، خاف يقول لك النهاية طليقة، شلون يكون بيها تيار الفولتية؟ أرسم هذا رسم قدامك، التيار إيش راح يكون؟ أقل ما يمكن، والفولتية إيش راح تكون؟ أعظم ما يمكن. تجي لهنا المعارضة التيار ايش راح يكون؟ اعظم ما يمكن والفولتية ايش راح تكون؟ اقل ما يمكن يعني بالعكس واضح؟ يعني اذا التيار يكون صفر الفولتية تكون ماكسيمم اذا التيار يكون ماكسيمم الفولتية تكون صفر هاي هي جهاز الارسال والاستلام، هذا الحكي لازم تضبطه حتى تجي المحاضرة الجاية واضح المحاضره الجايه جدا مهمه لازم جهاز الارسال والاستلام مفتهم شنو جهاز الارسال واستلام على مود تفتهم المحاضره الجايه لان المحاضره الجايه راح نرسل او راح نستلم يلا باي باي